شفت فيلم أسير الظلام؟ أيوة أسير الظلام مش أمير الظلام. على فكرة أنت شفته بس مش فاكر. عايز تعرف شفته إمتى؟ تعالى وأنا هقولك. سنة 47 المخرج والمؤلف عز الدين ذو الفقار يكتب القصة والسيناريو والحوار لفيلم اسمه أسير الظلام. بتدور أحداثه عن شخص بيتعرض لحادثة بتتسبب له في فقدان البصر. فعيلته عشان تساعده تجيب له ممرضة تقف جنبه وتداويه. ورغم كرهه ورفضه لوجودها إلا إن في نهاية الفيلم بيقع في حبها. الفيلم ده كان من بطولة سراج منير ومديحة يسري ومعاهم محمود المليجي. ومع التطور اللي حصل في السينما وتقنياتها يقرر عز الدين ذو الفقار انه يعيد انتاج الفيلم مره ثانيه سنه 62، والمره دي يجيب ضياء الدين بيبرس الاذاعي المعروف وصاحب برنامج ماذا تفعل لو كنت مكاني، علشان هو اللي يكتب القصه والسيناريو والمعالجه الجديده للفيلم. يصور الفيلم من بطوله صالح سليم ونجاة وفؤاد المهندس. فيلم الشموع السوداء. اظن كده عرفت انك شفت فيلم اسير الظلام قبل كده. لو عجبتك المعلومه ما تنساش تدعمنا بلايك وفولو وشير وسبسكرايب.